يا لطيف يا لطيف تجعل البلا خفيف. اف اف يعطيك العافيه. عليه في معنا جريح عامل حادث سياره هلا. اف حالته خطره. ايه قالوا لنا هون المستشفى الكندي قريب. ايه؟ حتى نوصل الجريح اللي معنا. ايه؟ بس ضيعنا بالمفرق. ايه؟ قالوا لي بتروح بتفوتنا هون على اليمين. لا اصحك تروح على اليمين. ها على اليمين في جوره ست امتار. ايه؟ وقع فيها امبارح سكسويل جاي بتعرف اول شتوه عم يلف كوعه على ميله اليمين زحط محمل قطع سيارات جاي من المرفأ. ايه؟ وصاحبه يا حرام الشطب براسه من هون لهون وانجرح معه ثلاثة أربعة. ايه؟ والجورة جاي لأنه ليش عم أفرق بناية ما هو ما شافها ما عم تشتي وكابسة. البناية دافشي لبرا اخذها واحد من بيت الخورة ست طوابق كل طابق شقة. مساحات 170 160 240 300 لحظة عمليات. ايه؟ والشروط تسهيل بتعطيه قال بتعطيه دفعة بتعطيه أول شيء 50 ألف. ايه؟ وترجع بتقسط له الباقي على كل شهر. المستشفى بس شو مواصفات؟ يعني يا ويلي ما بروح يمين بروح شمال. وصحك شمال؟ مجنون اللي بيروح على الشمال. ليه؟ الشمال شارع المدارس معلم. اه في ثلاث أربع مدارس دابحين العالم ذبح. اه كله من هذا تبع الكلاس. اها قسط الولد فيهم 9000 دولار بالفصل. والله 27000 دولار يا جماعة لحتى يتعلم الولد. طب أنا ابن خالتي عنده أربع أولاد بيقبض 900 دولار بالشهر كيف بيعلمه؟ شو بدك؟ قالوا بقولوا لك نظام وكذا وكذا. لحظة عملية هلا عندهم أساتذة هن منيحة متعاقدين مع أساتذة منيحة أجانب. الكندي الكندي وين؟ الكندي الكندي سافر معلم. بعد في كندي هون بلبنان كله سافر قاعد برا آكل شارب ناي. أنا صحلي أنا صحلي من زمان إني روح على كندا. ما انتشهر قعدت أقدم وأخذ وراء وجيب وراء. رحت بتذكر وقتها رحت رحت على السفارة سندت لأنه المستشفى الكندي وين؟ نعم المستشفى الكندي. قلت لي لا بروح يمين ولا بروح شمال بروح دغري؟ لا دغري مسكر في واحد أخذ بناية جوا أخذها لحاله قاعد حاطط فيلا وحاطط لك حاطين لك إني على المفرق إنه إنه ممر غير نافذ. هذا لا فيك لا تروح لا يمين ولا شمال ولا دغري. هلا اذا بدك انت هلا هني وين قالوا لك بالضبط المستشفى الكندي؟ ما بعرف ما انا ضيعنا بالمفرق. عم تقول لي انت لا روح يمين وفت لي بحديث. ايه؟ قلت لك بروح شمال تقول لي لا فت بحديث ثاني. اه دغري مسكرت نرجع عريار يعني ونرجع بناخذ الطريق عريار بدك ترجع؟ ايه؟ شو مجنون انت لا ترجع عريار طلع وراك ليش فيك ترجع عريار؟ لا وقع واحد امبارح من البنايه من فوق. ايه؟ عمره شي 27 سنه عم يعلق انطين كهرباء شريط عم يعلق شريط واصل. بتعرف العالم عم تدفع حق الكهرباء وعم تدفع حق المي وعم تدفع حق واشتراك موتير كل شيء دبل دبل دبل. هلا منين بدنا نجيب لك مستشفى الكندي؟ خلص ما في زون خلص. ليه؟ هيئته خلص استوى معنا. مات الجريح؟ مات الجريح قد ما عم قد ما بتجعدن وتحكي. لك بس على المدافن، ليك المدافن معلم توصل من هون بتضلك دغري، هذا اول مفرق شو بدك فيه تركه على اليمين؟ قلت لك عنه في السكس ويل. بترجع بتروح على ايدك الشمال طفيت 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 للسيارة فينيها بالساعة ما زال هيك لنخبرك القصة. ليك عم تشتغلوا كتير انتو بهالايام. انت شو عم تعمل؟ انت شو بتعمل بالحياة اصلا يعني؟ انا جعدنجة مبين.